السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على بنيتو مرشح بقوة لتعويض عمورة، لتعويض عمورة إن يمكن بالماضي اعتمد إخفاق يعني إخفاء أوراقه في الندوة الصحفية اللي فاتت، يعني بنيتو بيعوض عمورة، خاطش حسب الأخبار وين بالماضي بأمر من بالماضي أطباء تاع الاتحادية الجزائرية، يعني وين راهو في تواصل مع أطباء تاع السد من أجل يعني التجهيز كيسموه بونتياح. حتى بونتياح وين هدر وين قال غادي يكون مالغري ما راش يلعب بصح غادي يكون، وهذه ماشي ماهيش غريبه علينا. ينجم الى بغى بالماضي يعني وكانت عنده الشجاعه الكامله من اجل يعني اثبات نفسه ما يعيطلوش، يعيط لبنيتو يعيط بالفضيل، كاين بنيتو كاين بالفضيل راه كاين. حنا الناس راه نقولوا بلي من 2019 حنا نقولوا صح ضخ دماء جديده، وكو جبنا قويري وجبنا قويري صايك راه حنا كيما هاك نعايرو باش يروح، ناس يعايروهم باش يروحوا، ما عيطولهمش كاش اللي عيط له، ما كاش اللي يتصل به. على ذيك كاين بالفوضي في الجزائري ويلعب لك النصر، ما يحتاج يروح يغير الجنسيه تاعو، ما يحتاج يتصور بالاعلام، ما يحتاج يتصور بلورما ولا بيتشاك ولا يتصور بقصعه تاع طعام باللي يبين باللي جزائري، حيط له استدعاء يجي. هذه هي نعرف انا. وانكشفت بعض المصادر ان الناخب الوطني تعمد اخفاء اوراقه خلال الندوه الصحفيه التي نشطها الاحد الماضي، حينما لمح الى عدم ضخ دماء جديده تحسبا لمباراة الدور الفاصل أمام منتخب الكاميروني، خاصة وأن المدرب الخضر لا يود منح أي معلومات للمنافس الذي دون شك قد تبع مسؤوليه كل ما قاله، خاصة فيما يتعلق بالتركيبة التي ستكون معنية بخوض هذين الموقعتين حاسمتين. وظهر الناخب الوطني غير راضي عن تسريب معلومات حول تربص المقبل للخضر، كما أنه تفادى في الأكثر من مناسبة الحديث عن تغييرات التي ينوي إجراؤها خلال مباراتين السد، وكأنها كان يود تغليط المنافس الذي يتابع كل كبيرة وصغيرة عن استعدادات الخضر في ظل اقتناع إيتو وهيئته بتفوق الخضر في جوانب الفنية. صح احنا من جانب التكتيكي ومن جانب يعني اللعابة جانب الفني والله لا خير منهم، لعابة تاعنا اللي عندهم لي كاليتي خير من اللعابة تاع الكاميرون. الكاميرون عندها قوة بدنية، عندها سرعة، عندها حنا اللي قلنا نكونوا لازم الحيطة والحذر في الميليو تيرا وفي الدفاع، هذا مكان ننجحوا كيما ننجحوا. واستناد لذات المصدر فإن بالماضي يتجه لتوجيه الدعوة لاسم أو اسمين جديدين خلال معسكر الإعدادي المقبل، والبداية بالمهاجم الوكرة القطر بنيتو المرشح بقوة لخلافة عمورة، كما أن حاجة بالماضي ملحة للمهاجم قناص وراء رغبته في استنجاد بخدمات بنيتو، حتى وإن كان هذا الأخير يفتقد للخبرة يعني الخبرة الدولية على اعتبار أنه لم يسبق وأن تشرف بدعوة المنتخب الأول، كما أنه لم يكن أيضا ضمن قائمة بوغرة المتوجة اللي كان في البطولة العربية. وما لها غير في بونجاه 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 وين بونجاه هو اللي هدر جا بالماضي قال لهم الكأس العرب كانت شويه ضدنا، بصح لا بونجا هو اللي قال بلي بالماضي باش نلعبوا مباريات بزاف في الكأس العرب، هو قالها ماشي احنا قلناها، درناها لكم فيديو
وين ذاك مؤمن قال لك يا ودي بالماضي بغى يشوف بنيطو، كي بغى يشوف بنيطو، بنيطو يلعب في يلعب في قطر، وبنيطو راه في 3 سنين ولا هو مليح، يعني يقول جا باغي مباراة كونت جيبوتي، أنا جا ما بالماضي في مباريات سهلة ولا يلعب ليكيب تيب تاعه، ما عطاش كاع الفرصة للاعبين، ما عطاهمش فرصة، ما شفنا والو، جبنا غير بونتيح إسلام سليماني، بونتيح إسلام سليماني، لاعبين اللي نعرفوهم، أنا بغينا نشوفو التالية التالية كوب دافريك، يعني هي راحت راحت، راحت راحت، لعب لعب في لادي موسكو شفنا طوكا بالك 20 دقيقة بالك بالك 40 دقيقة بالك كان غادي يعطيك يعني حلول، يعطيك نظرة كاع وحدة أخرى، تقول أنايا شادرت. امام سيراليون كون لعبت بليكيب يعني بلا ديفونس كما نقولوا حنايا صح دير معاهم ماندي كان ماندي مخصوص مباريات صح والله لعبت شتي بن عياده مع طوغاي مع مع ماندي وزروقي مع بن دبكه كانت غادي تمشي لك انت خفت انت خفت انت اللي خفت ويبدو أن الفورمة العالية التي يتواجد عليها بنيطو في الأسابيع الأخيرة وراء رغبة بالماضي في إدراج اسمه ضمن القائمة المعنية بتربص 21 مارس الحالي، ولأن كانت حظوظه في المشاركة تبدو ضئيلة في وجود هداف سليماني الذي مالغري سليماني بصح سليماني ما راشفه وهو الذي بصم على أول أهدافه مع ناديه الجديد سبورتينغ لشبونة. بنيطو صاحب التسع أهداف في الدور القطري هذا الموسم سيكون أفضل بديل لسليماني بموازاة مع فترة العصيبة التي يمر بها المهاجم بونتيح العاجز عن تسجيل مع ناديه السد القطري، ولو أن تواجد هذا الأخير ضمن المجموعة شبه مؤكد في ظل الثقة الكبيرة التي يحظى بها من قبل الناخب الوطني. بالماضي الذي منح يعني في الندوة الصحفية انطباع بأنه سيجدد الثقة في نفس الأسماء التي قادته للتتويج القاري، لن تخلو قائمة المقبلة عن أسماء عن اسم بنيطو كونه أفضل حالة من خيار ثالث في منصب قلب الهجوم، ويتعلق الأمر بمهاجم عمورة والذي لم يلعب لثاني يعني منذ عودته من منافسة قارية، ويعاني عمورة من إصابة على المستوى الظهر أعاقته كثيرا في الأسابيع القليلة الماضية وستجعله يخرج من حسابات بالماضي. حنا حتى راه مبليس يعني بايخو حتى كيسموه يا هذاك بونجاح وراه مبليسي شت بونجاح وراه مبليسي والناس يقول لك بلي ينال ثقة المدرب ورسلوا أطباء ورسلوا من ورسلوا أرسلوا له سبيطار أرسلوا له سبيطار كومبلي باش تردوه، أرسلوا طبيب نفساني طبيب يعني قاع تاع صباعه تاع كرعيه تاع الجنبة تاع كيتيري سقموا له كرعيه بالك، أرسلوا له أطباء حتى إسلام سليماني والمدرب تاعو هدر عليه مال على ما تجيبش الصح تجيب زوج تاع لي زاطا كيما تجيب بنيطو تجيب بالفوضيل تجيب بنيطو تجيب بالفوضيل شوف الارقام صاحبي شوف الارقام هي اللي تحكم كاين اللي يقولك بالفوضيل ما راهش يماركي في ناديه بصح ليكيب اللي يلعب فيها كي دايره وزيد فانيك في ليكيب ناسيونال كاين فن في ايكيب في نادي وفن في المنتخب الوطني كيسموه واحد كيما بالفوضيل يساعد بزاف لاطاك تاعنا يساعدها بزاف قادر يلعب سون ناب كاع يلعب بلا ناب كاع ويصير خاطش عليه بالفوضيل يلعب كرعيه يعرف كيفاش يلعب كرعيه بنيطو اول مباراة تاعو غادي يكون خليفة تاع عمورة معنا نشوف بلي غادي ما يلعبهاش نشوف بلي ما يلعبهاش وإلا لعبه وشافه ماركا غادي دوزيام ماتش ما يلعبهاش خاطش على ناس راهم موجودين بنيطو ناس هاي تروح هنايا الكاميرون راحوا ما قنعوش ابو بكر ما قنعوش به راحوا بيجيبو تاع بروسيا دورتموند يلعب ناف تاع بايرن ميونخ
ما قنعوش ابو بكر. حنا تاكو زعما عندنا واحد كيما ابو بكر اودي لا بغيت يلعب كاتريام ديفيزيون في السعوديه وما يبدلهش في السعوديه يلعب وما يبدلهش. يعني زعما عشتي له ولا تهبل من راسك تايه.